هلا والله بحبايب قلبي اللي وحشتوني وحشتوني جدا 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 جدا. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة كويسة، ورمضان اللي بيجري والواحد مش عارف بيجري كده ازاي. انا مش عارفة النهاردة احنا بقينا كام، انا من كتر ما الايام بتعدي بسرعة الواحد مش لاحق يعمل حاجة، فسامحونا بجد، ويا رب تقبل منا منكم صالح الأعمال. نشوفكم النهارده في حلقة جديدة من برنامج رامز، ومعانا نهال عنبر وابنها. هنشوف النهارده مقلب رامز فيهم. بس قبل ما نبدأ الحلقة أحب أفكرك تسيب اللايك بتاعك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس، وقبل كل ده تعالوا ناخد كلنا حسنات ونصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام في الكومنتات. ويعني اللي عنده جملة حلوة يكتبها، اللي عنده جملة وحشة يأجلها لبعد رمضان عشان أعرف أرد عليه. ماشي؟ طبعا قبل ما أبدأ وقبل ما أتكلم في أي حاجة وقبل ما أقول أي حاجة وقبل ما ندخل في حلقة نهال عنبر وحسام الحسيني، أنا بس عايزة أسأل رامز سؤال واحد، لو ده يرضي ضميرك ويرضي ذمتك ويرضي دينك ويرضي كل حاجة ويرضي القطط ويرضي أي حاجة، أي ويرضي أي كائن حي بيتنفس ويرضي أي جماد كده ممكن يشعر ويحس، يعني الجاكيت اللي أنت لابسه ده يرضي حد؟ النضارة اللي نازل منها معرفش مالها النضارة بتاعتي؟ إيه النضارة اللي نازل منها حاجات كده متفهمش دي إيه؟ ده ترتر ولا ده زينة رمضان ولا دي إيه؟ احنا داخلين على عيد وداخلين على موسم، حرام عليك نشوف المناظر دي في الشارع. ليه احنا نشوف المناظر دي بسببك في الشارع؟ طب قصة شعرك وارتضيناها يا اخي، انما ايه ذنبنا نشوف القصة ولون الشعر ومناظر الجواكت بألوانها بالكوليكشن اللي انت عامله ده، بالنظارة الغريبة بالشوز الغريبة؟ ليه احنا جينا تلوث في عينينا؟ هلبس نظارة أكبر من دي إيه؟ يعني أنا المفروض ما ألبسش نظارة وأنا نازلة الشارع حفاظا على نفسي وعلى إني ما أشوفش المناظر اللي أنت بتصدرها لينا وبتخلي الناس تعمل كده. حرام عليك أنت، ليه بتعمل فينا كده؟ إحنا ما بقيناش مستوعبين كمية الهيافة اللي بقت في الشوارع، كمية الشباب اللي ما عادش مسؤول، كمية الرجالة اللي عادت خرنجات، كمية الحاجات اللي... تعالوا نخش على حلقتنا ونشوف عزة الوزة اختارت ايه لنهال عنبر وحسام الحسيني. اختارت لهم الغسالة. انا مش متخيلة نهال وهي في الغسالة، بس يلا بينا نشوف الدنيا. نهال عنبر هي كمان لابسة ترنج تقريبا. حسام صحى من النوم، سحب امه من على السرير وقال لها الحق احنا هنتاخر، وخدها وجه. حتى الترنج اتشد انقطع من هنا تقريبا او حاجه زي كده ما تفهمش. البلوزه كانت طويله شويه فاتقطعت منها فشلحت. ما تفهمش هي يعني انت ايه اللي انت عاملاه ده؟ تيتا نهال عنبر انت بتخرج بحاجات انا ما اعرفش اخرج بيها والله، يعني ما يصحش. عيب عيب امانه، عيب يعني. وبعدين الجثه لا تحتمل يعني. وعم حسام لسه بقول لاخوك وصاحبك وفي نفس اللبس، ايه اللي انت لابسه ده؟ دي جلابيه وقصرت عليك فقلت البسها تيشيرت واخلص. انتوا ليه بتعملوا فينا كده؟ العيد داخل علينا، حرام عليكم بتعملوا فينا ليه كده؟ ارحموا مناظر عينينا. لا انت ورامز وغيركم من الحاجات البدع اللي انتوا بتطلعوا لنا بيها دي واللي احنا مش هنعرف نخلص منها، مش هنعرف والله ما نعرف. ارحمونا. وبعدين يعني انت جاي في انترفيو مش عارف المذيعه اسمها، جاي تقول لها معلش انت اسمك ايه؟ خلي امك تقول لك يا اخويا، خلي امك تقول لك. الف ب فنان يبقى عارف هو رايح لمين ويبقى مقدر البني ادم اللي هو رايح له. مش معلش اسمك ايه؟ يعني كتر خيرهم والله ان هم يعني كملوا معاك يعني واستحملوك. امك بقى تقول لك ايه؟ السهم ده هنضربه فين؟ هتضربيه فين يعني؟ انت مش شايفه اي حاجه، هتضربيه فين؟ هتضربيه فين؟ في دماغ المذيعه مثلا؟ ولا في دماغ رامز؟ ولا انت هتضربيه في دماغ وخلاص يعني؟ هاتي من الاخر يعني. وبعدين
ايه يما، عشان عندي زيرو خالص النظر رايح. طب لبسي نظارة، بس حابة نظارة وتقوي النظر وكده يعني، انها ما تطلعلناش كده يعني شيش بيش خالص، ويوم اصابت صابت وخلاص بالصدفة يعني. وبعدين يعني اللي قولنا يا مدام نهال، يعني هو حسام عنده كام سنة؟ يعني حسام يعني كان ناقص يدبدب في الأرض كده ويعيط زي العيال الصغير، يقول لا 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 ماليش دعوة أنا عايزة أجرب السهم. هو عنده كام سنة؟ عشان بس نعرف يعني، عشان نبقى مقيمين الوضع اللي احنا شفناه ده، إن هو اتقمص إن هو مجربش السهم يعني. انا عندي القطط حتى ما بتتقمص كده، لا انا عندي القطط بتتقمص والله، بتتقمص من اقل حاجه، ده بتتقمص لو انا كلمت واحده وما كلمتش الثانيه، بس دي قطط. لما حسام ما شاء الله ربنا طارح فيه البركه، ولا ده طول على الفاضي؟ لا يا مدام نهال، يعني حضرتك لما هوب تهجمت على الحصان وركبتي عليه وكاد الله فرحانه صراحه وكل حاجه، بتسألي سؤال غريب، بتسألي سؤال خارج عن نطاق المنطق، بتسألي سؤال القطط عندي ممكن ما تسألوش، بتسألي سؤال مش لاقيه الوصف صراحة يعني. انت ركبتي على الحصان خلاص، تقولي الحصان مروح ليه؟ يعني الحصان ركب عليه كده يعني، ايه اللي مش هيلوحه؟ ده هو هيتلوح ويتكسر ويجيله زراق وظروف ويجيله حول وكل حاجة يعني. ومش قلت لكم كل اللي هيتسأل بعد كده تحب تجسد شخصية ايه؟ هما ما عندهمش غير كليوباترا، مفيش اي حد من الفنانات تسألها السؤال اللي قطط شعر، قطط شعر، قطط شعر، ما علينا ما علينا. تسألها السؤال انتي لو هتمثلي شخصية تاريخية هتمثلي من غير اي تفكير وبدون ادنى اي محاولات من تعب الذهن، تقول لك كليوباترا. ما هي كليوباترا مشهورة، ما هي كليوباترا يا اما مكتومة يا اما مفسية، اللي هي عادة السجاير الكليوباترا، فدي اشهر حاجة موجودة في مصر وقومت لا اله الا الله كلها عارفاها. فأي حد ممكن يتزنق في السؤال ده في بيت شعر القطط يجاوب الإجابة الخزعبلية اللولبية اللي هي كليوباترا. تاريخية كليوباترا، كليوباترا شخصية تاريخية مفسية أو مكتومة، ما علينا. خلصوا دخلوا الكلمة بتاعة المطعم والتصوير مع اللوجو، وهوب دخلوا على التلاجة بتاعت اللحوم. فبتقول لها انت بتحبي ايه في اللحمة؟ انا بحب اخف حاجة وعايزة اخف حاجة في اللحمة. هو باين صحيح ان انت محافظة على وزنك الكتير، بس يعني مش دي الطريقة اللي احنا بنحافظ بيها على وزننا الكتير ده، لا في طريقة تانية يعني، كتر الاكل هو اللي بيحافظ على وزنك الكتير. ما علينا نعديها. قوم ايه بقى، خلاص خلصوا، يروحوا يقعدوا بقى عشان يعملوا لقاء، فالبنات تيجي بالملبن والشاي، فتاخد الملبنية هوب ابلع إيه، وعايزة تي من غير سكر، شاي من غير سكر، بعد الملبنية البع إيه ابلع قصدي، عايزة شاي من غير سكر. تقوم المذيعة كارلا تقول لهم تي من غير سكر، فرق يعني. يا ست كارلا، يا ست كارلا، يعني اي حد يعني انجدونا يعني. البنات يعني مشكلتها في كلمة شاي اللي هي تي، ترجمتي لها تي من غير سكر يعني، احنا يعني مش عبط للدرجة دي يعني، قول لها تي وزود شوجر يعني، انما ما هي قالت لها انا عايزة شاي من غير سكر. فانت بقى بتعلي عليها مثلا، بتعرفيها ان انت مثقفه وهي مجاهله، انا مش فاهمه. ما علينا، دخل الطور، لبس حسام التورته في وشه، هوب دخلوا على الغساله، هوب كوره كبر بتتدحرج في الغساله، في الغساله، وطول ما هي بتتدحرج ما عندهاش غير يا حسام 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 يا حسام، لغايه ما جلطتنا هي وحسام يعني، خدت لها كام خبطه كده،
وهما خلصت كل الحسابات اللي عندها في قلب البتاع، وخلص المقلب والدحرجة على كده. فطلعوا فاكتشفت ان ده رامز اداته شلوت خدامين، وبعد الشلوت قال له افرض صحتك ما تستحملش اللي انت عملته ده، وصحتك تستحمل بعد كل الدحرجة دي تدي شلوت بالمنظر ده؟ يا اخي نص صحتك يا اخي، احنا هنا ما يعني نفسنا في نص صحتك دي. ربنا يديك الصحة يا مدام نهال، انت ووسام. كده نكون خلصنا حلقتنا النهاردة، اشوفكم على خير في حلقة جديدة. وقبل ما ننهي الحلقة احب افكركم، صلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام في الكومنتات، ومتنساش تسيب اللايك بتاعك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ماشي، اشوفكم على خير في حلقة جديدة، وبحبكم اوي 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 اوي. سلام 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 سلام.